تسمع في EFM Zone Sport مع حمزة المغيري. مرحبا بكم من جديد في EFM Zone Sport حتى للسبعة متاع العشية. تابعوا فينا معكم محمد هادي بخوش في الميكرو في العادة في تعويض لزميل حمزة المغيري. نحكيه على المجموعة الثانية من البطولة، مباراة غدوة زادة في رادس النادي الإفريقي أولمبيك سيدي بوزيد، النادي الإفريقي اللي كان انتصر في المباراة الفارطة، مباراة مهمة كما قال المدرب سعيد سيبي شكري النادي الإفريقي من أجل تأكيد الفوز في المباراة هذه. إيه النادي الإفريقي مقابلة مهمة من أولمبيك سيدي بوزيد، وخاصة على أرضية ميدانه. نعرفوا المقابلات الأخيرة النادي الإفريقي، ظهر لي باستثناء مقابلة نجم المتلوي اللي انتصر فيها النادي الإفريقي، كانت خيبة أمل بالنسبة للجماهير، لكن الانتصار الأخير أمام مستقبل سليمان كان مهم للنادي الإفريقي أنه يرجع، وأول مرة يوصل المرتبة الرابعة في الموسم هذا. دونك بدأ يقرب شوية النادي الإفريقي لمرحلة البلاي أوف، بدأ يحط في سياق. دونك غدوة مقابلة للتأكيد، مقابلة مهمة برشا. النادي الإفريقي في صورة الانتصار يولي عنده 17 نقطة، دونك تعطيه أفضلية، ونعرفوا زادة فما مواجهات مباشرة بين الفرق الأخرى. دونك تنجم النادي الإفريقي يلقى روحه من هنا لنهاية مرحلة العودة، معنا في المرحلة الأولى متاع البطولة، ينجم يلقى روحه في المراتب الأولى مع نقاط حوافز. هذا كله معناه يمر بمقابلة غدوة كبيرة وانتصار اللي يستنى فيه جماهير النادي الإفريقي كل أمام أولمبيك سيدي بوزيد. شكر مردود النادي الإفريقي، خلينا نقوله متذبذب، انتصار هزيمة ماهوش يعني مردود مستمر، يعني نقوله انتصارات مستمرة وحتى نقوله نتائج إيجابية كما قال سعيد السيبي، انتصار أمام مستقبل سليمان هي مباراة الموسم تقريبا باش النادي الإفريقي مر للبلاي أوف. هي الحقيقة معناتها مؤسف انه النادي الافريقي ومدربه يعتبروا انه مباراة سليمان هي مباراة الموسم، مع احتراماتنا لفريق سليمان، لانه النادي الافريقي المكان متاعه الحقيقي والعادي ما ينجمش يكون الا في البلاي اوف والا متراهن جدي على البطوله. ربما النادي الافريقي الحقيقه برش قاعدين يتكلموا على في مشاكل على مستوى الرصيد البشري بتاع النادي الافريقي، شخصيا بكل تواضع مراش اللي فما مشكله في النادي الافريقي على مستوى الرصيد البشري، فما مشكله على مستوى الاطار الفني للنادي الافريقي على توظيف اللاعبين في النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي ناخذوهم الحارس حتى يرشي لافون سنتر نتاعه تقريبا فيه 6-7 لاعبين يلعبوا في المنتخب التونسي، معناتها ولا سبق لهم الانتماء المنتخب الوطني التونسي، كيف عنده عمل خبره موجود، نقول عنده مجموعه من ابرز العناصر الشابه قاعدين نشاهدوا فيهم، ولكن انك انت مدرب ما تعرفش توظفهم، ما تعرفش تحط الاختيارات، ما تعرفش تنحي البريسيون على الملاعبيه نتاعك. كل مره ربما نلقاو ديسكور اللي يمس من ملاعبيه النادي الافريقي يخلي الناس الكل تدخل في بانيك، تولي بانيك جنرال، تولي انك انت يجيك ملاعبي كيما المره اللي فاتت يذولي نسمع في العبيدي وقت اللي بعد الربح على سليمان قال، ولا احمد خليل قال، احمد خليل معناتها اللاعب هذا اللي عنده تجربه مع المنتخب التونسي يقول راهو معناتها وليت عندنا مشكله في ملعب رادس، معناتها ولينا معناتها عندنا ضغط في ملعب رادس. شكون نجم ينحيه الضغط هذا نتاع ملعب رادس؟ اللي هو معناتها خدمه الملاعبيه ولا خدمه الاطار الفني والمعد الذهني نتاع النادي الافريقي ولا الاداره نتاع النادي الافريقي؟ تقريبا لهنا المدرب حط الضغط الكل عليه، قال انا نتحمل المسؤوليه، انا المسؤول عن مانيش موافقك يدي، معناتها مدرب هو في تصريحه في يمكن هو حاب يحط الضغط على روحه، وما هو ما غير ما يشعر ربما معناتها خلى الضغط على الملاعبيه وخلى الضغط على الهيئه المديره وخلى الضغط على الجمهور، لانك انت تخرج مدرب تقول والله انا اخر مقابله مباراه سليمان اذا ما ربحش سليمان اش قاعد نعمل؟ الحقيقه وتكلمنا فيه الموضوع هذا، راهو ما عمري ما سمعت تصريح في مدرب في العالم جاء اعطى روحه وقتاش يخرج وقتاش يمشي. انت ما تخدم في النادي الافريقي تخدم على روحك، موظف موجود للنادي الافريقي، اذا كانوا في الخبز هذيك موضوع اخر، شكون قالت نتكلموا على اني انا باش نمشي ولا انا باش نقعد في النادي الافريقي؟ وباهي وربحت سليمان انت، هل تغير الكثير في النادي الافريقي؟ ما تغيرش الوضع، اليوم النادي الافريقي مطالب بالتغيير على مستوى التعاطي الفني مع المقابله برشا. الحقيقه مانيش فني، شكري المره اللي فاتت سمعته وكان موجود معنا وكلامه صحيح وقالوه برشا فنيين، منهم سيوسف الزواوي اللي ربما من واحد نعتبره من ابرز اللي ينجموا معناتها يعملوا قراءه فنيه. قال فما مشكلة على مستوى توظيف الملاعبية بالموجود في النادي الافريقي، ما تنجمش تخلق اللعب، يلزمك تعرف تتعامل مع الملاعبية نتاعك. النادي الافريقي يطلع ويحب يصنع اللعب مع فرق ربما تسكر تصير الكونتر يقبلوا اهداف، معناتها هذا ربما الاختيارات الفنية يتحاسب عليها الاطار الفني للنادي الافريقي. شبين النادي الافريقي بنفس الملاعبية هذا كان باهي مع عادل السليمي، كان باهي مع منصر الوحيشي،
اليوم بنفس الملعبين حتى لي دو لي دو ماتش نتاع الكوب دافريك نفس الشيء يونغ افريكانز مقابل الذهب ومقابل الاياب معناتها باش من المشكله ما يلزمناش نهزوها من 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 مكان ونحطوها في مكان اخر ونقعد نقول والله الرصيد البشري انا نعتبر الرصيد البشري نتاع الفريق متميز معناتها تقريبا في مستوى الفرق الكل سامحني شنو يزيد عليه النجم الساحلي الرصيد البشري ولا شنو يزيد عليه السي اس اس ولا السي بي ولا الاتحاد المنستيري تقريبا ليكزامبل ليكزامبل تاع تاع ليتوار كيفاش تعامل محمد المكشر مع مجموعه معنى... انا اللي فهمته من كلام شاكر اللي يحب يقول لك سي با معناها ماهوش خاطر مدرب خرج للتلفزه وقال انا نتحمل مسؤوليه والضغط لا 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 كيما قال لك شاكر كيفاش تتعامل مع الملاعبيه في الفيستير كيفاش تتعامل مع الملاعبيه في التيران كيفاش تحضرهم كيفاش تنحي الضغط كيفاش تعطيهم ثقه في رواحهم باش يلعبوا قدام جمهورهم اللي هما متعودين بيه ويمشي ويسجل ويخرج في التلفزه تقول راهو الضغط انا نتحمل ولو كان انا لو كان تصير شي رجله كذا كذا نمشي على روحي وعجالي مفشوشين معناتها برشا تصريحات الحقيقه كان نحكي عليها الحقيقه معناتها مال بلاسي من سعيد السيبي اليوم انا نحب نقول له ميساج واضح معناتها اليوم ربح سليمان المقابلة اللي هو يعتبرها ربما مباراة الموسم هاك ربح سليمان راهي مش هذا الهدف نتاع النادي الافريقي انك تربح سليمان ولا تربح غدوه الهدف نتاع الفريق الهدف نتاع النادي الافريقي انك تمشي تلعب بلاي اوف راهو النادي الافريقي فيه ملاعبيه ينجموا يهزوك للبلاي اوف وينجموا ينافسوا على البطوله نتاع البلاي اوف نتاع الموسم الحالي مع الفرق الكبيره كيما الاتحاد المنستيري والترجي وهذا اللي صرح به مدرب نجم المتلاوي في مباراه نجم المتلاوي وهذا الافكتيف نتاع الكلوب مع احتراماتي هل ينجم يكون الافكتيف نتاع بيجا خير من النادي الافريقي مع احتراماتي راهو مش معناتها نقصوا من قيمه الاولمبي البيجي ولكن راهو الكوره نتاعنا البطوله نتاعنا ما فماش معناتها الحقيقه فوارق كبيره على مستوى الرصيد البشري في مختلف الانديه تقريبا الناس الكل عندها نفس المستوى نتاع الملاعبيه ما عندناش كريستيانو لهنا وما عندناش معناتها ملاعبيه من 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 عالم اخر ولكن الملاعبيه تقريبا مستوى محترم ينجم يخليك اذا كان توظفهم مليح تعمل نتائج باهيه انت حكيت على فيكتيف شكر النادي الافريقي اليوم تفرط في اللاعب من ملاعبيته ملاعبيه ما لعبش مع السينيور نحكيه على مصطفى فال اليوم تم التفريط فيه لفريق شاتورو الفرنسي فال ما لعبش جملة مع السينيور مارتين قعد في البنك الاحتياط حتى تقريبا مع الاسبوار مش قاعد يلعب شيء شكري حسب عرفت اما برشا يقول مشي 100000 يورو وبرشا يقول مشي بلاش اللاعب مقابل 15% قيمة الصفقة في صورة انتقاله من شاتورو الفريق آخر صحيح اللي بون يوم مصطفى فال هو قدوم للنادي الافريقي جاء معناه عمل اختبار في النادي الافريقي في فتره السيد متصار الوحيشي وتم معناه كان الاختبار ناجح بالنسبه له وعلى اساس انه ملاعبي للمستقبل بالنسبه للنادي الافريقي ملاعبي قادر انه يتطور دونك قعد في فتره متصار الوحيشي ما لعب حتى مقابله مع الفريق الاول براتيكمون كاتر ستاف تعديوا على اللاعبي هذا مصطفى فال هو فما يمكن فما لخبطة بين فال وأليون مباي اليوم اللاعب مباي هو الهداف معنا في الفريق الرديف وموجود حتى في مقابلة غدوة باش يكون معنا في العشرين اللي كونفوكي موجود في مقابلة غدوة دونك نحكيو على ملاعبي ثاني اللي هو براتيكمون معنا كما قلت لك جاء باختبار النادي الافريقي تم تفريط فيه لأنه اليوم يظل يولى عبء على النادي الافريقي في مصاريف في معنا تعرف أنت ملاعبي أجنبي دونك عنده اي شكري بالفلوس ولا بالفلوس 100000 الاخبار اللي عادي تصور انه يذول تفريط بدون مقابل على الاقل باش معناها عندك قد كما قلت لك يذول فما معناها عندك الوي عندك سياره على ذمه الملاعب عندك ان سالير دونك اليوم لهنا في سياسه نتاع كلنا حسيس تقشفيه تقشفيه خاطر ملاعبي كيما قلت لك كاتر ستاف تعديوا عليه ما مشى حتى مره للفريق حتى مع الفريق هو ربي معاه شو حتى مع الاسبوار مش موجود في النادي الافريقي ربي معاه جيل الافريقي وخرج مع طاش اضافه على المستوى الرياضي السؤال مطروح هل فما اضافه على المستوى المادي مالي. ولا هذا السؤال ربما السؤال نتاعي يمشي مباشره للهيئه نتاع النادي الافريقي ميسالش بالغ توضيحي جوستمون هو التفكير راهو في النجم الرياضي الساحلي اليوم صارت العمليه معناتها بشفافيه كبيره يقول لك كل شيء قداش هو التفكير وشكون دخل الفلوس والجمهور قداش ساهم ورجال النادي قداش عطاو والترونسفير نتاع التفكير الاولاني النادي الافريقي مطالب انه يوضح للجمهور نتاعو
قديش ملاعب يتباع وكيفاش ملاعب جوستمون. هو انا قلت لك هو التفكير هو باش يخفض من معناها من المشاكل الماديه للملاعب اللي هو عبء على النادي لحد الان. قلت لك عنده تقريبا سنتين موجود ملعب حتى مقابله لا مع الفريق الاول حتى مع الفريق الرديف. دونك اليوم حتى باستشاره الاطار الفني وقع معناها اختاروا تفريط في الملاعب على الاقل باش نقصوا من المصاريف الملاعب على 100,000. فما حديث معناتها حتى على لي ريزو سوسيو تقريبا فما ترانسفير بتاعه هو اللي برشا فلوس راهو التفكير الاولاني انه مشى فريق شاتورو اللي يلعب في الناسيونال يظل في البطوله الفرنسيه حتى المرتبه 12. دونك التفكير اكثر مشى انه الملاعبي على خاطر يظل حتى في شاتورو ترانسفير مشى اختبار. دونك في الترانسفير الثاني دوزيام ترانسفير 15% ترجع للنادي الفريق. باش نكملوا نحكيوا على البطوله التونسيه لكن خليوا الطرف بوب تو نرجعوا زاده باش نحكيوا على استاد بن جنات ونحكيوا على مشكله ملعب برادس والمشكله الكبيره لكن بهذا كل بعد البوب. انتم تسمعوا في اي اف ام زون سبور مع حمزه المغير. باش نرجعوا نحكيوا على البطوله باش نحكيوا زاده في المجموعه الثانيه. فما الاتحاد المنسيري الاتحاد المنسيري اللي باش يلعب باش يمثل تونس في كأس الكاف وملعب مصطفى بن جنات اللي البلاغ اللي هبط البلاغ الصادم خلينا نحكيه بلاغ صادم من الكاف في خصوص تيران استاد بن جنات. سمعت شفت البلاغ قريت الحقيقة البلاغ معناتها يمكن العبارات اللي موجودة في البلاغ اللي هو فيها ملاحظات عامة يقول ملعب مصفى بن جنات بالمسير ملعب قديم وملعب الارشيتكتور متاعه معناتها المنظر متاعه تقريبا معاش يسمح معاش يتماشى مع العصر بالضبط هكا ملعب مصفى بن جنات ملعب قديم الهمسة متاعه يتجاوزها الزمن لازمه أشغال كبيرة باش تكون مواصفاته مطابقة الكاف إعادة تهيئة يعني كسر الملعب وكسر استاد وعاود ابني استاد. بنزيدوا نحكيوا على هذاك علاش معنا رئيس او مدير المركب مصطفى بن جنات. مرحبا بك. مرحبا بك خويا ومرحبا بجميع مستمعين اذاعه اسام وضيوفك في البلاتو. معنا انيس فريختي ما قلنا مدير مركب بن جنات. كنت شفت البلاغ هذا اعطينا شنية رايك في البلاغ ساعة. والله بالنسبة للبلاغ هذا معناتها احنا كنا نستنوا فيه عندنا مدة نشوفوا معناتها شنو القرار نتاع الكاف لكن من الاول نحب نذكر معناتها السادة المستمعين لا احنا ما احناش اصحاب قرار معناتها القرار يرجع للكاف. احنا جيست احنا نتعاملوا مع معطيات ومع وثائق إدارية حاولنا نتبعوا الكراس الشروط نتاع الكاف من الاول رحله طويله هي مصطفى بن جنات مع الكاف رحله طويله من 2019 من وقت الاتحاد الرياضي المنستيري ولا يشارك في الادوار التمهيديه في الكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. انطلقت وقتها جاونا زياره الاولى والزياره الثانيه صحيح فما اصلاحات برشا اصلاحات في 2019 2020 انطلقنا بالاصلاحات عرفنا الاتحاد ماشي في ثنية صحيحة معناتها ومتأكدين أنه مش عاود يترشح مرة أخرى ومرة أخرى. في 2022 بعثوا لنا مراسلة أخرى معناتها بعثوا الاتحاد الرياضي المنستيري فيها كراس شروط اللي هي تغيرت برشا متاع 2022 آخر ما صدر معناتها على المستوى الإفريقي. تبعناها جاتنا قبل بمدة هيئنا استاد كما موجود في كراس شروط بناء على صلحناها قبل خدمه شنو ما نجموش بالله شنو هي سي انيس الاصلاحات اللي قمتوا بها قمتوا في قمنا برشا اصلاحات احنا تو نحضر منه احنا مثال طلبوا منا قاعه شرفيه في اي بي وقاعه شرفيه في اي بي قمنا بتحضير قاعه في اي بي وجهزناها من جميع يحبوا الربط بشبكه الانترنت بدي بي عالي قمنا بالربط بشبكه الانترنت والمستاد كله فيه وي فيه مسيب الانترنت. ركزنا كراسي معناتها مضخمه معناتها بوتنسيال في المنصه الشرفيه قمنا بتجهيز حجرات الملابس بالمكيفات الهوائيه زدنا في اللي كازي هذاك مش كيما الكاتيجوري 2 كيما الكاتيجوري 3 لازمك 25 كازي عملنا دكه الاحتياطيين معناتها لي بون دي رومبلاسون كانوا 16 بعد شوي ولاو 21 زدنا خمسه كراسي اخرين خمسه كراسي مش ثابت جديدهم في منطقه الاحتياطيين مش عارف عن الاضواء الكاشفه عملنا صيانه الاضواء الكاشفه للملعب
كنا تقريبا ملعب بنجانات من افضل الملاعب بالنسبه للاناره. نحكي اناره الاناره عندنا اناره رائعه ورائعه جدا انها تشعل 100% تشعل 100% والبلديه يعطيها الصحه. مشكورين معناتها بلديه مسير مشكوره راس رئيس البلديه انه ما تعطيها العنايه الكافيه للاضواء. وبالحق ولا عندنا ملعب على مستوى الاضواء معناتها حسب المتطلبات العالمي اقل من 1200 لوكس ما تلقاش، تلقى 1300 فما فوق. بالنسبه للجازون، بالنسبه للجازون حسب الكاف العشب، العشب السنية حاله استثنائيه بالنسبه للملعب الكل. ونقول معناتها بصريح العباره علاش ما قله الامطار هذه اول حاجه. راهو الري بالعصافر بالله سامحني في قلة الأمطار نمشي ونحكي. مثلا أنا كنت مثلا في كأس العالم في قطر شفنا الملاعب في السعودية نعرفوا مليح لما فماش أمطار جملة واحدة غادي، يعني الأمطار ماهيش حجة خلينا نقولوا نحن باش تكون الجازون به نتاع الاستاديت. شوف احنا الجازون تاعنا راهو ما عمروش 3 شهور 4 شهور وعام. احنا الجازون تاعنا من 2011 و2012 راهو كبير في العمر كيما جازون صفاقس كيما جازون قروان. ايوه وعلاش ما تبدلش يعني وعلاش ما تبدلش الجازون كلنا احنا هذا مش نعملوا عليه احنا توا هذا هو اللي قاعدين نخدموا عليه احنا توا في كيما نقولوا في السنين الاخيره نتاع العمر نتاع الجازون قاعدين نخدموا باش نبدلوا الجازون. اما راهو البيريود هذه 60 بيريود اكسبسيونال احنا راهو بلدية نستير راهي عندها مصالح المناطق الخضراء اللي هي بالجازون مع مقاول معناتها اللي يطلب الجازون ياخذ لجنه كامله تنظر في الموضوع ونعطيه المتطلبات نتاعو. اما قول تربي تو يتحسن من اللي كانت تصون شويه الدنيا يتحسن قول الجازون في الوضعيه هذه ولا سيكوندير باش نوزو الجازون ما جبناش على الجازون جبنونا على حاجات معناتها في الكاف ما غريبه شويه في الاخر يقول لك راهو قديم راهو معناتها معناتها يلزم الاركيتكتور تتبدل ما يعرفوش اللي هو سي دي بيتون صعيبات مش تبدل الاركيتكتور نتاع الملعب. سامحني انت تحكي على الجازون، هل من المعقول انه نفس المقاول نتاع المناطق الخضراء هو نفس المقاول نتاع الجازون؟ نحكيه على مباراه جازون نتاع ملعب كره قدم بالطبع. هاي. بالطبع احنا عندنا فنيين في المصالح المناطق الخضراء في بلدية نسير على مستوى راهو في اعلى مستوى يتبعوا في المناطق الخضراء ويتبعوا الملعب نتاع مصطفى بن جنات في الجازون. باه احنا المقاول نعرفوا زاد مليح زاد استاد بالجنات من بين لي غازون الباهين اللي نعرفوهم قبل تو ما عادش الحقيقه تو ما عادش لا لا بدون شك باهين وان شاء الله تو تذكرني في مارس كيفاش يولي الغازون قلت ربي هوني كان مارس فهمتني باش تحل المشكله يولي الغازون رائع جدا راهو بالنسبه للسنه ما تزرعش في وقته نظرا للالتزامات الكرويه نتاع الاتحاد المصري في الكاف كل مره نجي نزرعوا نجي نزرع يقول لك لا اجل اجل خاطرش ماتشوات ما نجموش نزرعوا ماتشوات فرد وقت ما خليناش راحه كيما عمناول ملعب مصطفى بن جنات عمناول ما صاروش كيما سنا تعدى عام كامل اخضر علاش خاطرش شطينا كي البريود نتاعك شهر ونص شهرين وقتها ما فماش كوره زرعنا في سبتمبر وتعدات رائعه جدا وشتيه كامل تعدى اخضر اما سنين ما قيناش كل ما يجي نظروا على التزامات رياضيه. انا ما نعرفش علاش واحد ما يتقنعش بالكلام هذا خاطر نشوفوا الملاعب البرا خارج تونس كما نقول بون يمكن الامكانيات الماديه ماهيش متوفره خلينا نقولوا ولا يعني ناس دي سبيسياليست نقولوا نحن دي سبيسياليست ناس يعني مخصصين للملاعب ملاعب كره القدم خاطر خلينا نقولوا العشب نتاع ملاعب كره القدم مش نفسها العشب البرا ولا باش تزين عشب صحيح يعني نتصور انا لازم دي سبيسياليست لازم موارد ماليه باش او مش موارد ماليه لازم فلوس تضخ في البنيه نتاع الملاعب نتاعنا خلينا نقولوا حاجه اخرى قال ملعب في البين قال ملعب مصطفى بن جنات قديم الهندسه نتاعو يتجاوزها الزمن ابار انه الملاعب والجازون قالك يتجاوزها الزمن يعني لهنا تقريبا طيح استاد وعاود ابني استاد اخر. شوف ملعب مصطفى بن جنات احنا تو الراجل الكبير في الدار نجمش نطيشوه راجل كبير في الدار لكن لهنا الكره تطورت لهنا الكره تطورت بن جنات من ليزاني 58 راهو من 68 او كتعاود تو ان شاء الله خويا جي الفرصه الجايه نجي المصطفى لهنا زاد حتى ملعب سوسه تعاود وشفنا المشاكل ملعب سوسه تعاود مازال ما خلاش معناتها الهومولوجاسيون فهمتني راهو فما عندنا اشكاليه احنا تو في الظروف هذه واحد يجي يعمل انتون دروكيل احنا نقول يعقف يشوف شنو عنده علاش راه تشتر ملعب بركه هومولوجي مسير مش هومولوجي واحد يجي ياخذ انتون دروكيل بحق على المستوى وطني معناتها باش يصير اجتماع باش يصير اجتماع حول كيفاش باش يتقد ملعب مصطفى بن جنات والا توا بالطبع اتحاد المنستيري باش نلقاوه باش يلعب في راتس كالعاده في مراكز كما اي فريق تونسي
كما الله غالب احنا ان شاء الله نتبع فريقنا وين يمشي، لكن الواحد كان مش يمشي بالعاطفه يعني لا محاله قلبي في في في, في راسي هذا شنو ما تنجمش تشد مسؤوليه في البلاد هذه، كان تحط قلبك وتحكم بالعاطفه ما تنجمش تخدم. يعني نحط قلبي في راسي ونقول المسير راهي تسمى هذه متجمده الله غالب مش تمشي تلعب في رادس حتى لين يشوفوا حل في ملعب مصطفى بن جنات، وهذا راهو موضوع على مستوى وطني. نداء تحب تحكيه، تحب توجهه للمسؤولين اللي للقائم على النداء راهو الملاعب الرياضيه على مستوى وطني تعب ياسر كل صراحه، يلزم ان بوان دو ريكول ولا ان بوان دو ريكول الناس كل تغزر. ثم الديوان اللي حبوا يعملوه معناتها على مستوى الوزاره ديوان صيانه المنشات الرياضيه ان شاء الله يتعمل الديوان هذا، هذاك هو اللي مش يتكفل بالصيانه بالتنسيق مع جميع فهمتني ولا الادارات والمصالح المختصه ان شاء الله، علاش لا هذا مشروع باهي برشا. ومن الفو هذا يقول احنا الكوره نتاعنا في تونس تو ساقينا تطورت في الكوره، لكن الملاعب نتاعنا ما تطورتش، ولات عندنا كوارجيه ولات عندنا جمعيات تمشي لافريك وتمشي للانترناسيونال وتمشي للبطولات العربيه، وزيد كاس العالم شفت الملاعب معناتها غلاوا علينا الخبزه برشا. معناتها احنا يلزمنا نراجعوا رواحنا نقولوا هوني كان ستوب، نشوفوا شنو عندنا وما عندناش. نعرف للدولة في الحالة هذه عندها التزامات أخرى، لكن حتى الرياضة لازمها تاخذ العناية الكافية، وإن شاء الله كما يعاودوا مصر من هناك علاش لا ما نعاودوش التداخل في الساحة في مصر نعاودوا التداخل إن شاء الله إن شاء الله بروبليم. راهو احنا عمره أكثر من شطر قرن راهو من اللي زين يسكنوا فيه نورمالمون تحفة الملعب تحفة الصيانة نتاعو متواصلة وستستمر. شكرا شكرا سي انيس فريح على التوضيحات، ان شاء الله نتمناو انه استاد بن جنات يرجع استاد اللي كيما ريناه في الكان نتاع 2004. شاكر مشكله كبيره في ملاعبنا في تونس، مشكله كبيره شكري في ملاعبنا في تونس كيف كيف نعيم كيف كيف نفس بليغ لهنا بليغ هبطته البارح حتى الترجي الرياضي التونسي ابار مصطفى بن جنات ملعب رادس دره المتوسط خلينا نقولوا في اطار الاستعدادات لمرحله المجموعات لدوري ابطال افريق الانديه سنه 2023. ادى وفد من لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي لكره القدم زياره تفقدي الملعب الاولمبي برادس قد تاهيله لاحتضان مقابلات الترجي الرياضي التونسي في المسابقات، وقد قرر الاتحاد الافريقي على اثر هذه الزياره غلق مدرجات المنعرجين الجنوبي والشمالي بسبب عدم وجود الكراسي بهما، وهو الشرط الذي تفرضه لجنة المسابقات للسماح للجماهير بالدخول إلى هذه المدارج. وعلى ضوء هذا قرر فإنه الترجي الرياضي التونسي سيحرم من حوالي 30 ألف مناصر في كل مباراة، وعلى هذا الأساس وبوصفه رافعا للراية الوطنية في هذه المسابقة فإنه إدارة النادي تطلب من السلطات المعنية وخاصة إدارة الحي الرياضي تجاوز هذا الإشكال في أقرب وقت وتوفير الكراسي بالمنعرجين حتى يتمكن الفريق من اللعب أمام جماهيره في المنعرجين الشمالي والجنوبي خلال لقاءات القارية، وحتى لا تتأثر حظوظ الفريق في هذا الدور المتقدم والهام من دوري أبطال إفريقيا للأندية. حاولنا يكون معنا كما قلنا واحد من إدارة الإدارة الوطنية للمسابقات ما أو عفوا للحي الحي الأولمبي بالضبط، ما نجمناش نحصلوا عليه، لكن خذينا شوية معلومات حول وقتاش تنحاو الكريسي نتاع رادس وعلاش تنحاو الكريسي نتاع رادس. الكريسي نتاع رادس تنحاو من 2017 وقت أحداث مباراة على ما أظن مباراة النادي الإفريقي وفريق آخر بتلمو برشا أحداث يعني في المباريات وقتها. كان فما اجتماع ما بين وزيرة الشباب والرياضة وقتها السيدة مجدولين الشيرني ومعها وزارة الداخلية، وتم قرار يعني تنحية الكراسي كله. احنا عندنا بعد رفع الانتداب صار رفع الكراسي في 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 الملاعب. هو الحقيقه يعني نقولوا نجم الوزيره السابقه اذا كان في وقت مجدولين الشيرني فهي تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه على رفع الكراسي نتاع ملعب رادس، لانك انت تاخذ قرار مهما كانت الصفه نتاعك رئيس جمهوريه ولا وزير تنحي كراسي من استاد وانت لا بالضبط معناتها كيفاش معناتها تجي المشكله معناتها تجي تنحي انت كراسي نتاع استاد يقعد استاد بلاش كراسي والكراسي هذوك معناتها راهي كليتهم الشمس ومشاو وذابوا بالسخانه ومشاو بالوسخ وبالبرد. اليوم ها والكاف تقول لك خويا راهو ما تنجمش تدخل الجماهير نتاعك في الفيراج على خاطر ما فماش كراسي، واليوم معناتها الملعب نتاعك تتحرم ب 30 ألف مشجع. انا تعرف شو نقول هذه نقول نستاهلوا ونقول نتمنى انه الكاف تبعث لنا كيما بعثت على ملعب مصطفى بن جنات في المستير وقالت راهو يلزم استاد يطيح ويعاود. انا نقول مضبية الكاف تبعث على رادس
وعلى المستير وعلى سوسة اللي تعاود وفيه 5000 مشكلة، وعلى صفاقس اللي كل مرة ياخذ رخصة سوسة استثنائية. أنا شخصيا مشيت له، وعلى المنزه اللي نحن طيحناه بطبيعتنا وديجا هو كان يقعد طايح، نأكد لك مش يقعد طايح لأنه أنا كل يوم نتعدى من المنزه، قالوا ترافو يقعد 3 سنين يظهر لي، تعدى توا براتيكمو 8 شهور، وصدقني لفما حجرة تبنيت كانت مع تترا كان في, 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 في الشيء اللي قاعد يتيح اللوتة. اليوم نقول نستاهلوا اللي قاعد يصير فينا، ونتمنى انه الكاف ما عاد تخلينا نلعبوا حتى مقابله لا للمنتخب الوطني التونسي ولا للانديه التونسيه، لا في الكاف ولا في الشامبيونز ليج ولا في المقابلات، على خاطر نستاهلوا اللي قاعدين معناتها فينا المو اللي قاعد يصير فينا. وسامحني سي انيس فريح اللي لاهي بالملعب ومنشأة من حقه راهو يدافع، اما يقول لي معناتها يجي يتكلم يقول راهو رجل كبير ما لوحوهش، نحن مش نحكيو على رجل كبير، راهو نحكيو على كوره ونحكيو على نقل تلفزي ونحكيو على كاليتي نتاع غازون ونحكيو على كاليتي نتاع ضو ونتاع فيستير ونتاع تريبون ونتاع نتاع معناتها تريبون. فما حاجات توا في التنظيم لازم موجودين اليوم في انت اليوم هاي. انت حتى الوقتاش تقريبا من الثوره لليوم كل مره كل عام استاد راتس ياخذ ترخيص استثنائي، تجي لجنه من الكاف نقرقوا به بربي يهديكم خليونا نلعبوا في رادس وبالله حاجه اخرى ملعب المنستير خلينا نكمل هادي سامحني ملعب المنستير كل عام ياخذ ترخيص استثنائي من الكاف، ملعب طيب المهيري بصفاقس كل عام ياخذ ترخيص استثنائي، والاستاد يهز 15000 يقول لهم لا دخلوا كان 6000 و7000. اليوم اون فوا بور توت خمسه كرو ما استادات ما عادش نلعبوا فيهم مسابقات قاريه لا للمنتخب التونسي ولا للانديه التونسيه، نمشيو نلعبوا في الجزائر ماهوش عيب، نمشيو نلعبوا في المغرب ماهوش عيب، نلعبوا في مصر ماهوش عيب، حتى لين نلقاو حل لرواحنا. نعيم لعبت في تعرف استاد بن جنات بالكدا، هل يستحق هذا الكل اللي قالته هذا الكلام في المسير؟ المسير تو خديت بالي اخر المسير تو لعبت الشامبيونز ليغ تاع كوب دو لا كاف، تو فما فرق بين قبل وفما فرق كيما تو كيما قال لك معناها من عهد البي تو ما عملنا شيء، معناها قعد استادت كيما هي ما تغير شيء، ما تغير شيء معناها حاجه تحزن. شوف مادام الكوره في تونس ما خذتات بلديه تو انا لعبت في تيرانات في تونس يحطوا غربال رمل يحطوا والله ويكسكس الطرف الرمل على البلاصه هذيك ويصبطها بطرف بالا ويتعدى ويقول لك بالله تحسينات بالله هي تحسينات ديما تحسينات تحسينات ما هو ابني ما هو هذه حقيقتنا اخويا. شوف ما ديما الكره هذاك نتاع سيدي بوزيت اي مثلا تو هذاك التيران يلعبوا فيه الكره تو هذاك التيران مع احتراماتنا سيدي بوزيت مش نحكي على الجمعيه نحكي على الملعب. على الملعب دوله ما تحشمش على روحها تخلي كره تتلعب في 2023 في ملعب كيما هذاك ملعب اصفر هذه حقيقه تو معناتها هذا. ومن بعد نجي نقول والله الكاف وبعثت لنا مراسله بيان سور عندها الحق تبعث مراسله شبيك انت تبعث جوار سامحني انت لهنا عندك ملاعبيه تحب تضحي بيهم على ساقيهم يلعبوا في ترتون ولا في جازون ولا مش عارف في 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 تيرا براتيكابل. فما جمعيات ترفض خويا باش تجي تلعب لك في 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 ميادين مماثله لتونس معناتها فما كاميراويت ما يتحطوش راهو في الاستاديات نتاعنا في تونس فما التريبيون نتاع فما فيستيارات راهو الادويش نتاعهم مخزن الماء نتاعو يخرج معناتها بالخز الفكره نتاعي مادام كيما قلت لك معناها قاعدين طرف بالا وطرف رمل وعدي وليق وتعدى ما دامش نقعدوا حياتنا كاملة كيكة. شوف ما دام ما فماش الملاعب اختصاص تو يحكي لي تو نسمع في سي انيس يقول لك انا ما يقنعنيش ما يقنعنيش يتلهى بالمناطق الخضراء كيما الغازون لا يا سيدي اكل عام مورينو مشى من من من, من ريال مدريد جاب معاه الجاردينيي فوالا ليه بالغازون دونك يهديكم ربي اهل الذكر للذكر راهو اختصاص الغازون راهو اختصاص ما دام ما مشيناش في الخواص في الحكايه هذيا باش نقعدوا ديما كيكة ديما هك تيرانات فضيحه تيرانات دونتريمون فضيحه تيرانات في لي جون فضيحه وبعد يقول لك شبيه لي جون ما فماش شبيه الكاليتي ما فماش ما فما شيء تيرانات تضحك من عهد تاع من تبني رادس ما عملنا شيء بعده من عام 60 استاد المنزة كما قال لك شيك نتعدى انا كل يوم نتعدى من غادي براتيكمون الرف الشيء تاعي ما فماش معناها عباد تخدم معناه تشوف معناه تاع 3 سنين لكن شويه شويه وزاره الشباب 30 سنه استاد المنزه على الريتم هذا يمكن 30 سنه الجامعه تغزر الوزاره تغزر الدوله تغزر هذا راهو سمعه تونس راهو تحكيوا انا مترشحين على في كوب دو مونت قداش من مره من عام 98 من عام 78 نحن نترشحوا حتى اليوم هذا وكورتنا معناها التالي انت تو المره فاتت شكري عنده 3 جمعات التالي يحكي على البي في المغرب بالفار اليوم انت عندك توا مشاكل في ليزاربيتر وقرارات ليزاربيتر خاطئ من جراء الفار كان جاء الفار موجود نعطيك معناها بسطه هذه من بسط
كان جاء الفار موجود راه الهله نتاع لي زاربيت هذه ما حكيناش فيها وما نجمش يكون فما فار في الملاعب هذم ما هو هي مربوطه ببعضها هذه كل مشاكل الانستالسيون نتاعو ما تصير كان في ملاعب اليوم فما فيهم لي نورم اللي يسمحوا بوجود لا ما تنجمش تخدم على ماتش وروح تضرب كروازي ولا انت عندك مشكله انت اليوم باش يمشي ينقل مباراه نجم انت لا ما تنجمش كلها راهي تابعه معناتها ما عادش تنجم تخدم شوف شوف هي كلها هي نفس مربوطه ببعضها لكن انا مراو ما نجموش نلزمش يكونوا قاسيين برشا على الاتحاد المونستيري زيد علاش على خاطر لا مش الاتحاد هو لا لا نحكي على الكاف نحكي على الكاف ما نجمش تكون زاد قاسيه جدا مع الاتحاد المونستيري وتحكي على الارشيتكتور نتاع استاد ينجم يكون باتريمون نتاع بلاد انا نحب نحافظ عليه ذاك كيما احنا حتى انت تظهر لي شاكر زاد حكينا على استاد المنزل حتى التغيير الشكل مش يكون كبير حتحافظوا على نفس الطابع علاش على خاطر لهنا زاد الكاف راه فما ملاعب اخرين واحنا انتوما مشيتوا ذول للافريك لعبتوا مع في فرق شفتوا ملاعب سمعت برشا انت ليه توا يمكن مشيت خاطر فما ملاعب اخرين كوب دافريك تذكرها اللي كان صارت في الكامرون منتخب الجزائر كيفاش تقلق من العشبه نتاع الملعب ومن ومن مشاكل تصلح فيسا فيسا شكرا صلح ترقع نفس الموضوع نفس المشاكل انا علاش نقول لك معناها الاتحاد المونستيري ما تحرموش باش يلعب في الميدان نتاعو تقريبا كراس الشروط ملعب جابوما المبدئيه جابوما مبدئيه ملعب ليمبي اللي فيه المنتخب الوطني التونسي نحكي لك نكته الهادي حاضر في ملعب ليمبي عادي تكون في الجمهور تولي تلعب راه تاع بتكور لا فما سيكوريتي لا فما دارج لا فما حد واحد انا معاك اما ماهوش معناه تو على الاقل خليه يكمل من الموسم هذا خويا ابارتير من الموسم الجاي قول له شكرا تعرفش شنو المشكله في تونس سيكو على الاقل في الكامرون في الكوت ديفوار فهمك اما نمشي معاك محترمين جدا في تونس ما صاير فما حتى ملعب استاد القاهره راهو رادس اللي نحكي فيه في مشاكل استاد القاهره قداش عنده استاد القاهره موجود لكن عشب من طراز عالي شوف سامحني نحكي لك هو يحكي لك راه حسنت برشا على ملعب الكره وعلى فيستير وعلى ارشيتكتور مع معناتها الدقيقه نتاع الكاف في برشا دقيقه نقطه لحظه برك استاد محمد الخامس في المغرب كيف كيف استاديت نعرفهم مازال حتى حجرات ملابس فما ملاعب افضل منهم ما تكونوش قاسيين برشا مع الاتحاد المونستيري تنرجع نحكيوا على استاديت خاطر موضوع هام موضوع كبير استاديت والبنيه التحتيه اللي خلينا نكونوا واضحين ما معناش بنيه تحتيه نتاع رياضه في تونس نتاع كره قدم في تونس به معنا في المباشر كوتش تعرفه مليح شكري كيف كيف نعيم كيف كيف شاكر الكوتش المتفوق فتحي لجبال مرحبا بيك مرحبا بيك كوتش ساعة أول حاجة سادة فرحانين اللي أنت معنا في المباشر فرحانين تشريفك لينا ديما مشرفنا في مع أندية اللي تدرب فيهم اليوم تم تكريمك في ملتقى التميز والإبداع العربي كواحد أكثر من 100 شخصية تأثير في المجتمع العربي كوتش ايوه معك قلت لك تم تكريمك في ملتقى التميز والابداع العربي كواحد من اكثر 100 شخصيه تاثير في المجتمع العربي ساعه كنت تحكي لنا على التكريم هذا والله الحمد لله قبل كل شيء هو قبل كل شيء نسلم على نعيم نسلم على شكري نسلم على شاكر باش يحكيوا معك الكل اي الملتقى هذا لعبنا الحقيقه ضم عديد الوجوه العربيه بالعكس وهذا التكريم هذا تكريم مش شخصي كهو هذا تكريم من كل الإطارات التونسية وتعرف أنت الإطارات التونسية في كل البطولات العربية الموجودة وأثبت الكفاءة نتاعها وهذا كما أنا مثل ما قلت لك هذا تكريم مش لي أنا كهو هذا تكريم لكل التوانسة اللي قاعدين معناها يناضوا في الرياضة بالضبط معاك نعيم بربط سيدا بشي بارك لك كيف شكري زعليني سي فتحي شنو حوالك لاباس؟ اهلا بنعيم فرحانين لك برشا ديما منورنا سي فتحي بارمي لي ميور معناها دي زونترنور اللي ترينت عندهم شخصيه طيبه برشا خدام يحب خدمته انسان كوريكت انا تدربت عنده في نادي الفتح السعودي كيف شاكر كان معاه شكري كان معاه معناها ادجوان نورت بتبيع نحن فرحانين كتيتر كيما هكا ما يكون كان مفرحنا في تونس وفريمون معناها يعطيك الصحة على الشيء تقدم فيه وفرحانين لك ليك انت وفرحانين للجروب اللي معاك ناجح والولاد الكل تستحقوا كل خير سي فتحي وان شاء الله سيدي من حسن الى احسن وان شاء الله نشوفوك في اقرب وقت ليك وحشة وان شاء الله نشوفوك في اقرب وقت بحدنا
لا مش ثقه ثاني برشا ولا مش مسير شكري لا خاطر الحقيقه عنده فضل كبير اللي وصلت له انا توا معناها في مستوى التدريب تعلمت منه برشا. هو اول مدرب الحقيقه معناها اعطاني فرصتي مع الفريق الاول وكان تجربه ناجحه في السعوديه ولا في قطر ولا في الكويت ولا في المغرب برشا فرق في السعوديه الحقيقه معناها يظهر لي هذا اقل يظهر لي معناها اقل جايزه ينجم تحصل عليها الكوتش فتحي على خاطر سمعته سابقه كل شيء الناس كل معناها في الخليج العربي تعرف قيمته ومعزة المدرب فتح جبال توا كيف يظل حتى في الدوري الليبي ولا في المغرب الناس تحكي على كفاءة تونسية من تراس أول إن شاء الله مزيد من التألق وإن شاء الله أهم حاجة بلاي سلام لي على ناجح وقوله وسع بالك شوي معك شكر كنزاري زي شكر كنزاري حاب يقدم لك تحية سي فتحي إن شاء الله مبروك التتويج أكيد التتويج يمس كل المدربين التونسيين لكن عندي سؤال سي فتحي تعرف الاعلامي مش كيما معناتها الكرونيكور توا شكري ونعيم ربما هكا احنا ديما ما تعرفنا الاعلاميين نحبوا نشارسوا شويه نحب نعرف سي فتحي الحقيقه معناتها شنو سر النجاح نتاعك على المستوى العربي ما نحبش نقول الفشل ولكن نحب نقول ربما عدم التوفيق على المستوى المحلي مثلا وقت اللي شفناك عملناه مع نادي الرياضي صفاقسي تقريبا تجربه ما توصلتش برشا رغم تحسن المستوى الانديه التونسيه ماتش سوليسيتي برشا من الانديه التونسيه ما نعرفش كان غلط تقول لي ربما صارت بعض مع الاتصالات واحنا كاعلاميين ما في بالناش بها لكن نحب نفهموا كيفاش مدرب تونسي هو نفس المدرب نفس الكفاءه ينجح على المستوى العربي ويكون على المستوى المحلي النجاح نتاعه اصعب شويه باش قولش كلمة أخرى. أول شيء شكرا لك على المناسبات والهذه أنا كنت في الاستوديو اللي عندك ما هوش متوازن على خاطر معناها اللي جبتهم كلهم يشكروا فيا الحمد لله شاكر على الأقل. هذيك هي الحقيقة. الحمد لله شاكر على الأقل عطانا سؤال باش معناها اللي يضيع أكثر. والله صحيح شوف أنا أكثر مسيرة بتاعي الرياضية عديتها خارج من خارج تونس وهذه مسيره مش تاع معنا 10 سنين ولا لا عندي اكثر من 25 سنه وانا برا تونس اللي خلاتني حتى على مستوى تونس معناها بعيد صحيح جاتني تجربه على مستوى ذات شخصي والتجربه معناها بالنسبه لي انا بالعكس كانت معناها ناجحه جدا كانت ناجحه جدا ومعناها في الاخير معناها بعد 11 شهر معناها ما تمناش الموسم تاعنا وهذا كان خيار هذا كان خيار اكثر اداري معناها بعد ما التجربه هذه معناها خرجت لبرا وعاودت نفس التجارب اللي برا والحمد لله معناها كل النوادي اللي نحاول وانا نمر بها ما كلموش نوادي اخرين من تونس سي فتحي ما فماش اتصالات من نوادي اخرين في تونس ولا كلموني ما يصيرش نعرفوا النوادي الاربعه الكبار معناتها حتى نعرفوا والله كلموني ما نخبيش عليك معناتها ما كلموني انا ما غير ما نذكر النوادي اما زاد فما كلمك نادي مهم زاد نادي كبير في المغرب الوداد البيضاء ومارتينا برامو والله الوداد هذه السنه هذه معناها قد قوسين معناها على اساس انه معناها تقريبا خلصنا ومشينا لهم معناها مشيت اجتمعت معناها برئيس النادي وقعدنا مع بعضنا معناها فتره الحقيقه لكن من بعد وقعت التطورات اللي خلتنا معناها نغيروا التجربه واضح كوتش ان شاء الله بالتوفيق امانه شد صحيح كوتش باش تعطيني على الاقل اسم من نوادي الاربعه الكبار معناتها الحقيقه كوتش ما عندناش برشا معناتها اتصالات بيك وما عندناش برشا تدخلات على المستوى الاعلامي التونسي ما يسالش نحبوا على الاقل تعطينا اسم نتاع واحد من الاربعه الكبار اللي كلموك ونحبوا بالاسم غير ما تقول لي فماش احراج هذه معناتها هذه صوت فيها عرض وطلب شوف شكل انا تعرف عندك شكري بجنبك خلي بعد نهاية البرنامج نحكيو عن النادي الافريقي سي فتحي نحكيو عن النادي الافريقي شكري تفضل شكري اكتب لي ورقة فيها النجم الرياضي الساحة خليه في احراج النجم الرياضي الساحة لسي فتحي يلا في الحقيقة فيه عدة عروض سؤال علاش ما مشيتش للإتوال سي فتحي كي كلموك واتصلوا بيك علاش رفضت الطلب؟ لا ما رفضش وقتها مازال لسه كونترا مع فريق اخر. سنيا. باهي سي فتحي جوست السؤال الاخير ونمر نشكرك على كونك موجوده معنا شنية البطوله الليبيه كيف شرف البطوله الليبيه بارابور على البطوله التونسيه وخاصه مع فريقك الاهلي طرابلس الليبي؟
والله مع الاسف لخيط الاحوال اللي فيها تونس خلينا نقارنوا معناها البطوله الليبيه بالبطوله التونسيه تقريبا في نفس الوضعيه كانفراستركتور كبرمجه يمكن هذا معناها الجانب معناها السلبي لكن ديما تقعد البطوله الليبيه حتى على مستوى الفني رغم الظروف هذه معناها الحقيقه معناها الماده الخام موجوده كلاعبين معناها اللاعبين اللي يحبوا مثلا يطوروا وان شاء الله ان شاء الله معناها يوفروا لهم الملاعب اللازمه معناها باش يكونوا معناها اكثر تطورا وهذا معناها تشوف انت تو حتى المنتخب الليبي هي صوره مصغره للي معناها وقع في ليبيا انت عارف الظروف تاع ليبيا من معناها من مشاكل امنيه من مشاكل سياسيه وهذا كله اثر على البطوله الليبيه. واضح كوتش شكرا على تواجدك معنا مرة أخرى وألف مبروك على التكريم اللي تحصلت عليه كان معنا الكوتش فتحي الجبل نتمنى له التوفيق لكلنا باش نكملوا نحكيه على مازال ثلاثة مباريات في البطولة باش نحكيه عليها بوجيلة قبل ما نختموا حلقتنا 17 لكن بعد بيب EFM Zonsport انتم تسمعوا في EFM Zonsport مع حمزة المغير. مرحبا بكم من جديد في FM الزون سبور معكم محمد دي بخوش تحويض لحمزة المغير اللي يرجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم. نحكي على مباراة الأولمبي البيجي واتحاد بنقردين نعيم. أولمبي البيجي اللي فاجئنا الكل خلينا نقوله فاجئ الجميع. أولمبي البيجي 6 مباريات 6 انتصارات متتالية امتحان صعيب أمام اتحاد بنقردين في استاد متاعه في ملعب بيشا. اكيد كما قلت لك ديما راهو ديما في نظام جديد تاع البطوله تاع دو جروب راهو معناه فريق ينتصر على 6 ماتشات على بعضهم راهو ماهيش بالسهل فوالا بالضبط 6 مباريات و6 من النادي الافريقي وينتصر 6 مقابلات سكسيسيف ورا بعضهم معناه يدل لك الفريق نتاع بيجا ستابل معناه ستابيليتي كبيره برشا في الاطار الفني في الاداره الاداريه اداره معناها موفره كل شيء حتى الفريق يكون ناجح على اعلى مستوى. الاداره تحاول توفر الرواتب تحاول الحوافز الماليه التوار الامور ماشيه وتوصل اكيد ماشيه وتوصل في الطموحات البلاد كلها تو مجنده على اساس معناها الباجه رجعت المكانه المعهوده نتاعها. المدرب طارق جراي اعطى الاضافه منذ قدوم الباجه ملعبية حاول معناها الماكسيموم باش يكون معناها يوظف اللاعبين اللي عنده فما ملعبية توا كيف معناها عينين عليهم يحبوا ياخذوهم دونك بيجا في الطريق الصحيح توا تدخل نورمالمون بيجا براتيكمون نقول لك اللي هي مترشح في البلاي اوف ضمنت تقريبا 20 نقطة اكيد معناها اللي يقول الاولاني قدام الاتحاد المستيري ب 22 نقطة معناها 2 بوان على المستير بون كونتيناسيون عطاتنا معناها عطات شارم للبطولة عطات انفي للناس اللي حتى شيء ما يكون صعيب الا بالخدمة الا بالعباد تكون ساكتة وتركز على الخدمة سوى الخدمة كهو دونك بون كونتيناسيون ان شاء الله معناها حظ وفير لهم ان شاء الله. اولمبي البيجي قد يتألق هو كما كان يحكي نعيم اكيد الاولمبي البيجي هو المفاجأة السارة بتاع البطولة الى حد الان في الموسم هذا. يقعد السؤال المطروح والاهم هل سيواصل الاولمبي البيجي في مرحلة كي نقولوا نحن 6 مباريات راهو متتالية ماهيش صدفة مش صدفة هادية ما معناتها ماهيش الاكسبلوا اللي ما صارش معناتها خلينا نبداو زاد نسبوا الامور شوية معناتها مجموعة الاولمبي البيجي فيها النادي الافريقي اللي كما كنا نحكيوا تقريبا معناتها ديوي ديبا فيها سليمان موش سليمان متاع العادة فيها المتلوي اللي يلقى في مشاكل كبيرة على مستوى الأداء وحتى على مستوى النتائج كيف أولمبير سيدي بوزيد ورجيش اللي تقريبا معناتها بانتصار وحيد في الموسم هذا منذ انطلاق البطولة من 10 جولات معناتها تقريبا الأولمبي البيجي لقى روحه في وسط مجموعة على نفس المستوى. يمكن الحاجة اللي عملت الفارق لفريق الأولمبي البيجي إنه فما استقرار على مستوى المادي فما معناتها دعم على المستوى المادي ويمكن حاجة ما حكيوش عليها برشا راهو مهم برشا اللي صار في الأولمبي البيجي مع بداية الموسم راهو التحذيرات اللي قام بها
محمد الكوتي ومعاه المعد البدني بوبكر الحنش، نعرفوا على شنو نحكيوا، معناتها تحذيرات على مستوى البدني كانت كبيره برشا، نعرفوا قيمه المعد البدني بوبكر الحنشي وايضا المدرب محمد الكوتي اللي تقريبا بدا الموسم مع الاولمبي البيجي، معناتها تحذيرات الكل، عمل مقابلات وديه على مستوى عالي جدا، النسق نتاع تحذيرات كان كبير برشا، شكري ونعيم يعرفوا قيمه بدايه الموسم وتحذيرات هي اللي تعطيك ربما الوجه نتاع الفريق في وسط الموسم، وبالتالي الاولمبي البيجي نتصور انه قاعد يجني في ثمار الاستعداد الجيد مع انطلاق الموسم. لكن نعاود نقول السؤال اللي ما نحبش ربما نجاوب عليه اليوم، ولكن سؤالي، هل سيواصل الاولمبي البيجي بنفس المستوى على مستوى البلاي اوف؟ عملناه وشفنا بن جردين، الناس الكل تحكي كيفاش بن جردين موجود في البلاي اوف، من بعد مشى للبلاي اوف ما ربح حتى مقابله، كان تقريبا الفريق اللي كل مقابله يلعبها ينهزم امام المنافس نتاعو في البلاي اوف. نتمنى انه الاولمبي البيجي يكون بوجه مغاير في البلاي اوف، ما يعملش كما عمل الاتحاد بن جردين. شكرا للاتحاد المنسيري مستقبل سليمان، مستقبل سليمان زاد امام امتحان صعب، مستقبل سليمان لازمو دي بوين باش يكون وراء نادي الافريق، نادي الافريق اللي بحاجه زاده للصعود للبلاي اوف، مباراه زاده مباراه صعبه، هو اللي كنا نحكيو فيه الكل مقابلات الكل مازالوا اربع صعاب على الفرق الكل، حتى اتحاد المنستيري زاد ثمان تقريبا ماشي حاجه ثمان، لكن ديما راهو التفكير على نقاط الحوافز خاطر مهمين برشا باش يدخل بهم، ويظل لي تذكروا الموسم الفارط الاتحاد المنستيري كان ترشح هو في المرتبه الاولى كان ينجم يتوج بالبطوله، ياخذ البطوله صحيح على نقطه لعب، اهميه نقاط الحوافز الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه فما مواجهه زاده بين اتحاد بن قردين والاولمبي البيجي تنجم تخدم مصلحه الاتحاد المنستيري، نفس الشيء المواجهه بتاع الاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان تخدم مصلحه النادي الافريقي، تخدم مصلحه النادي الافريقي، دونك التفكير نتاع اتحاد المنستيري باش يكون انه يبحث على الانتصار والابتعاد لما لا معناه في صورة تعثر الفرق الاثنين، لخاطر فما نقطة وحيدة معناه تفصل بن قردين والأولمبي البيجي معناها على الاتحاد المنستيري، نقطة ونقطتين، دونك أهمية مقابلة غدوة بالنسبة لمستقبل الاتحاد المنستيري، خاصة أنه تأكيد مقابلة الأخيرة أمام النادي الإفريقي، ونعرفوا زاد مستقبل سليمان وضعية صعبة نوعا ما، ماهوش مستقبل سليمان اللي شفناه في المواسم الفارطة، رغم بداية الموسم باهية لكن في المقابلات الأخيرة مردود موجود بنسمى مستقبل سليمان، شفنا في عديد المقابلات مقابلة اتحاد النادي الافريقي في الشوط الثاني عمل مباراة باهية الثاني، ونفس الشيء ضد الاولمبي البيجي في الشوط الثاني كان رجع حتى في النتيجة وسجل زوز اهداف، دونك مستقبل سليمان خاصة في الشوط الثاني بداية المقابلة تكون صعيبة، لكن في الشوط الثاني يدارك ويقدم مستويات ممتازة باش تكون مواجهة صعيبة بزوز فرق، الاتحاد المنستيري للتأكيد مستقبل سليمان يحاول يفوز باش يقعد قريب من الأربعة الأماكن المترشحة للبلاي أوف. المباراة الأخيرة نجمة تلاوي مستقبل الرجيش، مستقبل الرجيش في وضعية صعبة، نعيم مازلت عندنا دقيقة نحاولوا بسرعة. كما قلت أنا معناها رجيش السنة معناها فريمون معناها كانت المفاجأة الغير سارة، رجيش نعرفوا كانت قبل في التيران تاعها ما تسمحش تقريبا الظروف كانت تقريبا الظروف أحسن من هكا برشا، كانت معناها التيران تاعها صعيب باش تجيب دو بوان ولا ترو بوان ولا بوان من رجيش، دونك اليوم نشوفوا رجيش بستة نقاط الأمور صعيبة برشا، يلزمهم يداركوا في أقرب وقت، لأنه كما قال لك شكري معناها لي بوان قراب لبعضهم، معناها تشوف انت اليوم المتصدر الاتحاد المنستيري ب 22 نقطه، رجيش 6 نقاط، يعني رجيش كما قلنا صعبت برشا، كما قلنا صعبت شويه على مستقبل رجيش اللي مازال عنده الامل. هذا كان تقريبا حكينا على المباريات الكل، مشكور نعيم، مشكور شكري، شكرا شاكر، كنت معنا من الخمسه للسبعه في FM زون سبور، تحيه لنور في الاخراج، مهدي عيدي في الإعداد، أميمة القربي في السوشيال ميديا، وسوفيانا لكحل في الديجيتال، كان معكم محمد الهدي بخوش، ما إن شاء الله ملتقانا في الجمعة الجاية في FM زون سبور في نفس التوقيت مع حمزة المغربي. FM زون سبور.